يقوم منهج السلف الصالح الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: خير القرون قرني، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لزوم المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة وتبوأت هذه البلاد ولله الحمد والمنة وتوجت بالسير عليه، فهي دولة سلفية سنية سنية سائرة على منهج الكتاب والسنة. فلزوم منهج السلف الصالح يعصم من التعصب والتحزب للجماعات أو للتنظيمات أو للأفكار المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إخواننا في باكستان،
اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم وفق إخواننا في باكستان، اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم اجعلهم إخوة متحابين متآلفين على الخير متعاونين. اللهم ارزقنا وإياهم أمنا وإيمانا وسعادة واطمئنانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم أبعد عنهم العنف والطائفية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه البلاد بالإسلام، اللهم احفظها بالإسلام، اللهم رد عنا وعنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظها من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. باكستان زندباد، باكستان زندباد، المملكة العربية السعودية وباكستان زندباد زندباد زندباد. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.